ويا لطيف يا هدف يا هدف شوف المهزلة شو هدف هاد الحالة ويا هدك شوف المهزلة شوف المهزلة شو هدف هاد الحالة ويا هدك شوف المهزلة. إبراهيم الحجام رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي رأس الصحراء المغربية. تأتي هذه الوقفة اليوم اللي كتزامن مع 8 من شهر نوفمبر واللي كتخلدوا الجمعية هاد السنة بتجسيد وقفة احتجاجية أمام المركب الجماعي للقوات المسلحة الملكية وخصوصا أمام المؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. كتجي هذه الوقفة كما كيعلم الجميع في سياق الاحتفال باليوم الوطني للشهيد والمفقود اللي كتخلدوا الجمعية 8 من نوفمبر من كل سنة، وكتجي هذه الوقفة للتنديد بالتماطل وبالتسويف اللي نهجته المؤسسة العسكرية وعلى رأسها مؤسس الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين اللي تخلات على المخرجات ديال الاجتماعات اللي عقدها المكتب الوطني للجمعية مع المسؤولين العسكريين طيلة سنة 2018 و2019 ولم تفي بوعودها اللي قدمتها الجمعية المتعلقة سواء بتشغيل الأبناء المعطلين أو تمكين أسر الشهداء من السكن الذين لم يستفيدوا بعد، وكذلك تحفيظ ما تبقى من المنازل التي سلمت لأسر الشهداء، وكذلك المطالبة بإلغاء المواعيد الطبية لأرامل الشهداء، وكذلك الاستفادة ديال أبناء الشهداء من الخدمات العسكرية من خدمات المستشفيات العسكرية بالنسبة للأبناء الغير المعطلين. كما نطالب ونلح على أن يتم تمكين أبناء الشهداء من معاش استثنائي بالنسبة للشهداء الذين فقدوا كذلك الأرملة يعني الأم ديالهم. وبالتالي كتجي هذه الوقفة في سياق ديال مجموعة ديال برنامج مصدر ديال الجمعية اللي تخص الملف الحقوقي والاجتماعي ديال هذه الأسر اللي عمر سنوات طويلة أكثر من 4 عقود. وحنا كتجي هذه الوقفة كذلك بتزامن احتفال الشعب المغربي قاطبة بالذكرى ديال المسيرة الخضراء، وكنعتبروا أن هذا الملف لا زال نقطة سوداء لارتباطه بالقضية الوطنية لأنه يستغل من طرف الأعداء الوحدة الترابية. ونوجه نداء لصاحب الجلالة رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل التدخل المباشر لطي هذا الملف بشكل نهائي وتمكين أسر الشهداء من جميع الحقوق ديالها المشروعة وكاملة، وعلى رأسهم تعويض أسر الشهداء والمفقودين تعويض مادي ومعنوي. يا لطيف ويا لطيف تشاهد عيشة بالسيف ويا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف تشاهد عيشة بالسيف محمد حمزاوي نائب رئيس الجمعية الوطنية لأسر الشهداء ومفقودين أسرى الصحراء المغربية. تحية نضالية هذه الوقفة هذه تنديرها اليوم باش نحتجوا أن درنا عدة لقاءات مع المؤسسة العسكرية وخرجنا بعدة قرارات، إلا أن المؤسسة العسكرية ما التزمش بالقرارات، منها تشغيل أبناء الشهداء، منها السكن اللي فيه عندنا أرامل الشهداء على الصعيد الوطني بدون مأوى بدون السكن ديالهم. الخرجات الإعلامية اللي دارها المؤسسة العسكرية مؤخرا هي من أجل تمليك المنازل الشهداء، لأن الجمعية الوطنية هي اللي لزمات مؤسسة عسكرية باش تملك هذيك المنازل، هنا منازل تشيدات 1980 ما فوق، وكذلك القانون ديال كفو الأمة ديال 33/97 ما تيشملش الشهداء ديال 75/91، وبالتالي فتنطلبوا الحقوق ديالنا وتنطلبوا سيدنا الله ينصرو أنه يتدخل شخصيا. هنا الملف هذا بزاف فيه عراقيل بزاف، إننا نجي نهضروا على المذكرة الملكية المصلحية ديال 1978 ديال السكن حد الآن ما مطبقاش، نهضروا على المذكرة ديال 1987 ديال تفوي السكن بالضرب الرمزي حد الآن ما مطبقاش على ربع المملكة، نهضروا على 25% النسبة ديال تشغيل أبناء الشهداء ما كايناش، الرعاية الطبية ديال أبناء الشهداء ما كايناش، مستشفيات عسكرية كأن غرباء على الميدان العسكري. لهذا نطلبوا سيدنا الله ينصرو يدخل هذا الملف هذا ومن أجل إنصاف هذه الأسر هذه ديال أسر الشهداء والمفقودين الصحراء المغربية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.